احمد رياض غنام المحلل السياسي. هذا قلت في المؤتمر هذا اعلنت حل الكتله السياسيه، اعلنت حل كتله احرار الشام، لاني لا احترم العمل السياسي في ظل الوضع القائم في سوريا. حتى يسقط النظام نستطيع ان نعمل في السياسه، يجب علينا ان نتكاتف للعمل في نقل الصوره من الداخل للخارج كمهمه اعلاميه، اما في مهمه الاغاثيه يجب علينا ان نبدا بجمع المال ودعم الداخل السوري بالدواء والمال والغذاء، هذه مهمه المعارضه، اما من يعمل في السياسه فهو يخون الثورة السورية. طب التجمع الوطني السوري النهاردة اللي عقد مؤتمره، ممكن حضرتك تكلمنا عنه وهدفه ايه وهل هو تجمع مجرد السياسي. شيء بسيط جدا، مجموعة من المعارضين السوريين لهم صلات وعلاقات دولية يريدون ان يجمعوا المال من اجل دعم الثورة السورية فقط، وليس له اي اجندة سياسية، هو تجمع إغاثي في المطلق. طب ليه ما نسقتوش مع المجلس السوري الوطني السوري، المجلس اللي هو المجلس الوطني السوري يعمل في السياسة، هنا يعمل في الإغاثة، وهذا فرق كبير. ممكن يبقى فرع من ضمن يعني، لا خلاص كل مين يعمل لنا لوحده، المهم أن تصل المساعدات إلى الداخل، كل الجهود الخيرة شيء جيد أن تصل المساعدات إلى الداخل. ليس بالضرورة أن يكون جميع أفراد المعارضة السورية ضمن تنظيمات وأحزاب سياسية ليقوموا بدعم الداخل، أنا بصورة فردية أستطيع أن أقدم دعم للداخل. طب إيه خطتكم في الدعم ده، يعني هتوصلوا للدعم ده إزاي؟ اتصال مع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتحصيل الدعم اللازم. لكن ممكن الدعم ده مشروب بحاجة أو تدخل معين؟ نحن لا نقبل، نحن معارضة وطنية شريفة لا تقبل الشروط، ومن يقدم دعما مشروطا فلن نقبل هذا الدعم على الإطلاق. لكن ما فيش حد هيدعم بدون أهداف معينة، ضمن شروط معينة، الحفاظ على الأقليات في سوريا أو ما شابه ذلك، فهذا أمر طبيعي. أما إذا كان هناك أجندات خارجية مخيفة تضر في مصلحة الشعب السوري لن نقبل هذا. هل تلجأوا للدول العربية، دعم الدول العربية، ولا في تخاذل من الدول العربية؟ نعم سنلجأ أيضا للدول العربية، والعرب هم الحاضنة الطبيعية للثورة السورية وهم يقدمون. ما الدول العربية اللي هي يعني تخاذلت قدام القضية السورية ولا تساندها؟ مين في الدول العربية أو الدول بالتحديد اللي هي يعني كل العرب تخاذلوا، كل العرب، لم يكن هناك أحد متقدم عن الآخر، الجميع تخاذل، لم يقدموا سوى البيانات السياسية ولم يقدموا دعما فعليا للثورة السورية، وبذلك العرب كلهم متخاذلون، المجتمع الدولي متخاذل، نحن متروكون لنواجه آلة القمع في سوريا لوحدنا، لا بأس نستطيع أن نقلع شوكنا بأيدينا. لكن موقف مصر امبارح من سحب من استدعاء السفير والرد فعل هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها جاءت على خلفية ضغط شعبي مصري ولم تأتي نتيجة قناعة قد تولدت لدى الإدارة المصرية. على كل حال أن تأتي خير من أن لا تأتي. كمحلل سياسي إلى أين تنتهي الثورة السورية؟ يعني ستنتهي إلى سقوط النظام بإذن الله، وبالفترة القريبة بإذن الله سيسقط النظام، ومن الداخل عبر تفكك المؤسسة العسكرية سيسقط النظام. ولكن في الحالة دي هيسقط كثير من الشهداء، ممكن يتعدوا للملايين، لأن لسنا نحن الذين نقتل، نحن نقتل على يد النظام، ماذا نفعل إذا لم يقف أحد إلى جانبنا لوقف آلة القتل، ماذا نفعل؟ نحن مستمرون وإرادتنا قوية ونطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية، فليسقط ما يسقط لنا من الشهداء، المهم نصل إلى هدفنا وغايتنا.